ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن منحة مهمة جدا لطلبة الثانوية العامة، هي منحة ساويرس للتفوق لخريج الثانوية العامة. قبل ما نبتدي الفيديو دوت، عاوزك تشترك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جاد ومهم ومفيد، وكمان احنا نوصل لمحركات البحث زي جوجل وياهو وبينج. يلا بينا كده. منحة ساويرس للتفوق لخريج الثانوية العامة، اللينك اهو بنكبره ونشوفه. طبعا المنحة ديت مصروفات الدراسية والإقامة والإعاشة والكتب والمواد التعليمية كلها متوفرة بشكل مجاني، وهي يعني منحة كاملة، منحة كاملة. فنبص كده على الشروط بتاعتها. أنا دخلت على جوجل ودورت، فلقيت إن منحة ساويرس للتفوق هي منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة لحوالي 50 من الطلاب المصريين المتفوقين للحصول على تعليم جامعي على الجودة، عالي الجودة، في مجموعة مختارة من الجامعات. الجامعات اللي هي جامعة عين شمس، جامعة اسكندرية، جامعة أسيوط، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة العلوم والتكنولوجيا مدينة سويل، جامعة النيل، جامعة مصر المعلوماتية، وجامعة الجلالة. طبعا مجال الدراسه او مجالات الدراسه اللي هي الهندسه والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والعلوم السياسيه والتجاره والاعلام والقانون الزراعي والزراعه والتمريض. طبعا مميزاتها ان هي بتديك زي ما قلنا كده لابتوب، وكل الاعاشه والاقامه كله مجاني، والكتب والموارد التعليميه، المواد التعليميه وكل المتطلبات بتبقى بشكل ايه مجاني. معايير الاختيار بقى انك تكون مصري الجنسيه ومقيم داخل جمهوريه مصر العربيه، ان يكون متقدم من خريج المدارس الثانويه العامه المصريه الحكوميه دفعه 22 23 ومجموع لا يقل عن 90%، ويستوفي الطالب المقدم كافه المعايير التي تحددها الجامعه التي تقدم اليها الانضمام اليها، ولا يكون الطالب قد اقام خارج جمهوريه مصر العربيه لفتره اكثر من 3 اعوام، وتمنح الاولويه للطلاب الذين يمكن اثبات احتياجهم المالي ويظهرون تفوقا اكاديميا ويشاركون في الانشطه التطوعيه. تمنح الاولويه للطلاب المصابين من برنامج التكافل وكرامه والالتزام بالعمل داخل جمهوريه مصر العربيه لمده 3 سنوات بعد التخرج. ده اهم حاجه. ايه المستندات المطلوبه بقى؟ صوره شخصيه، صوره شهاده الميلاد، صوره بطاقه رقم القومي وصورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر، ويقوم الأمر بالتوقيع على عقد المنحة، وصورة من شهادة الصف الأول، وصورة من شهادة الصف الثاني الثانوي طبعا، وخطاب ترشيح من أحد المعلمين في مدرستك، صورة من شهادات التفوق الدراسي والدورات التدريبية والأنشطة الاجتماعية إن وجدت، صورة من نتيجة اختبار جيد اللغة الإنجليزية إن وجد، وصورة من بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياج الخاص طبعا، إثبات إنك من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة إن وجد، واختبار القبول المبدئي من الجامعة التي التحق بها من خلال المنحة، وموافقة ولي الأمر طبعا على التحق بالمنحة. تمام، دي طريقة التقديم بقى. بتضغط على اللينك دوت، الرابط دوت، وتبتدي ايه تقدم. بتقدم وتكتب الفورم ديت تملاها، وبعد كده بيتم التواصل معاك عشان تستوفي بقى الأوراق وتكون من ضمن الفائزين ان شاء الله بالمنحة دي. طبعا في هنا منح ساويرس للتفوق في خريج الثانويه العامه الحكوميه، وفي كمان للمعاقين، يعني منحه ساويرس للتفوق مسار الطلاب ذوي الاعاقه. بتختار مثلا كده وتدوس التالي، وبعد كده مثلا ده في اللي هو بتاع الاعاقه. تمام كده اهو، وبعد كده التالي برضه، وبتبتدي تدخل بياناتك وتكمل. انا مش عايز اطول عليك، ما تنساش انك تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد وكل ما هو جد ومفيد ومهم. واحنا كمان نتشجع لو انت كتبت لايك وتعليق وشاركت الفيديو مع اخرين. كان معكم مهندس ومعلم اسامه غندور، شكرا جدا لسماعكم.